في وادي العميان يصير الأعور ملكاً والأعرج يحكم ألف كسيح. هكذا ظل يردد الجميع حتى صار للعبارة قوة القانون. لم يفكر أحد ولم يسأل أين هو وادي العميان؟ ومن أين للأعرج بالألف كسيح؟ كان الوادي قديماً مفتوحاً على العالم، طريق يستعمله العامة دون أن يتوقف عنده أحد أو يلقى له بال، حتى حدث الزلزال العظيم الذي أظلمت له الشمس 17 يوماً، وغلت له مياه النهر، وتصدع له الجبلان، فانقطع الطريق، وأغلق الوادي على عائلة شيبان ذات الأب الكفيف الذي ورث العمى عن أبيه الذي ورثه عن جده. وهكذا استتب حكم القدر عبر 100 جيل مظلم. عاش الناس في الوادي لا يدري أحد منهم بما يحدث في العالم خارج الوادي، ولا يدري العالم بما يحدث له. اذهبي. ما اسمك يا هذا؟ إنه يتلمس طريق أعمى آخر، اسمي ناجد. هل أتيت من الأعلى كما قالت أثيب؟ أعلى ظهر تلك الجبال، انزلقت وسقطت، هل من الصعب فهمي هذا؟ آه يا ساقي. اهدأ. حرك قدمك. يجب أن تستريح. وكم يلزمني من الوقت لأشفى؟ ساعة
سأخبرك بالتحديد في بداية دافع الغد، ولكن لا تقلق ستسبح على ما يرام. معذرة، ولكن متى يبدأ دافع الغد؟ يبدأ بعدما ينتهي بارد اليوم بالطبع. ومتى يبدأ دافع الغد؟ ماذا حدث لعقلك يا هذا؟ لقد بدأ البارد بالفعل. إذن فاليوم هنا ينقسم للبارد والدافئ، يبدأ بالبارد وينتهي بالدافئ، أليس كذلك؟ يجب أن أخبر مجلس كبار السن عنك. انتظر، أريد بعض من الماء أرجوك. مثل هذه الأمور تنقل إلى الأب أولاً. أنت أيضاً لا ترى، أين أنا وما هذا المكان؟ يوم جديد أيها الأب. يوم جديد. لقد كان الغريب يتألم بشدة. حتى إن كان يموت يجب أن أعرف أولاً. ما الذي تقوله يا هذا؟ لم يسمح أحد لك بالحديث. تتحدث عن موتي وتريدني أن أبقى صامتاً؟ تأدب في الحديث إلى الأب شيبان. ولماذا لا يتأدب هو في الحديث معي؟ لقد تجاوزت حدودك يا أيها الغريب. لا بد من النظر في أمر هذا الدخيل. أنفت، سيبقى هذا الرجل حبيساً هنا، وأخبر الجميع بأنه ممنوع على العامة مخالطته حتى أصدر البيان. واد صغير حبيس بين جبلين، لا يحفظ الحياة فيه سوى نبع من الماء. السكان بدائيون وجميعهم عميان. الليل يسمى البارد والنهار يسمى الدافئ، وهناك حاكم يدعى الأب شيبان، ولكن الجميع هنا ينتظرون مجيء المنقذ صاحب الحكمة. المنقذ؟ المنقذ. سأكون منقذهم صاحب الحكمة. سجنوني وقالوا عني دجال متخلف عقليا، علي إقناعهم بأنني الشخص المنتظر. علي أن أعلمهم بعض الأشياء. كما يقولون في بلد العميان يصير الأعور ملكا، وأنا لست بأعور. أنا بصير. سأصبح الحاكم الجديد، سأصبح الأب الجديد. يوم جديد. لندخل في صلب الموضوع. قلت أنك قادم من الأعلى، أليس كذلك؟ من أنت وما اسمك؟ أنا المنقذ، اسمي ناجد، ولقبي صاحب الحكمة المنتظر. المنقذ؟ أنت كاذب. هذا ما ترجوه، ولكنك تعلم في قرارة نفسك أنني هو. وأين الدليل على ما تقول؟ ماذا تريد؟ من المفترض أنك قادم من الأعلى، في جعبتك الكثير من المعجزات، فأين هي؟ حاضر، إني أملك ما لا تملكون. وماذا تملك؟ أملك الإدراك، أدرك الأشياء خيراً من أي منكم دون أن تمسها يدي أو يشم أنفي عبيرها أو تسمع أذناي صوتها. كيف؟ أنا أرى. ماذا؟ عقولكم قاصرة على استيعاب تلك القدرة الإلهية. كفاك عبثاً، أين الدليل على ما تقول؟ أستطيع إخباركم أين يقع أكبر منازل القرية وأين يقع أصغرها.
يستطيع أي شخص معرفة ذلك من خلال التجول في أرجاء القرية. ولكني لم أتجول. هذا ما تقوله أنت. كيف أفعل وأنا مسجون وقدمي مصابة؟ هذا حقيقي أيها الأب، إنه لم يتحرك. مسجون ومصاب الآن، لكنه لم يكن كذلك دافئ الأمس. إن كانت لك تلك القدرة حقا فأخبرنا بما يدور داخل المنزل الأول. هذا ما لا أستطيع، البصر لا يخترق الحجب. يا لها من قدرة. هل تشمون رائحة؟ لا. لا. هل تسمعون صوتا؟ لا. ها هو الدليل، أحد رجال قريتكم سيمر بعد قليل وسيكون بيننا بعد برهة واحدة. ولكن انتظر، انتظر حتى يصل البرهان. لم يصل أحد. الصبر فضيلة. لا لا، ماذا هناك؟ انحرف الرجل عن مساره، لن يأتي. أي رجل وأي مسار؟ هل لم تكتفي من الكذب بعد؟ إني صادق. أنت يا هذا، قف قف. كذا أبدا، ستدفع ثمن كذبك. كما تأمر أيها الأب، ولكن أرجو منك أن تنتظر حتى تشفى قدمي، وحينها سأقدم إليك برهانا لا يخيب. حسنا، سأمهلك حتى تشفى قدمك، وليكن برهانك القادم حاسما قاطعا للشك، وإلا أمرت بإعدامك. لا تقلق أيها الأب، سأقدم لك من الدلائل ما سيعجز لسانك عن إنكاره. لقد جنيت على نفسك. هل فكرت فيما طلبته منك؟ أجل، ويؤسفني أن أرد طلبك. ألم أثبت لك حقيقتي؟ لقد كانت براهينك في بارد الأمس كافية، ولكن ولكن ماذا؟ انتظر. ماذا هناك؟ يوم جديد يا سادة. يوم جديد عزيزتي، لم نلتقي منذ فترة طويلة، أرجو ألا تكوني مريضة. أنا بخير، إنما أتيت لزيارة الغريب. لكن أباك منعه بالمخالطة العامة. وهل تعد ابنة الأب من العامة؟ طبعاً طبعاً، هذا المجتمع قائم على المساواة. كلمة العامة بحد ذاتها تحمل كثيراً من الطبقية وكثيراً من المساواة في ذات الوقت. الأمر متعلق بكيفية تفسيرك أنت للكلمة. على كل حال، أنت هنا وقد تبادلنا الحديث بالفعل، فلا معنى لمنعك الآن. حسناً حسناً، سأذهب عن بداية العالم لأجمع بعض الأعشاب. إذا ما سألك أحدهم فأخبريه أنكما أتيتما بعد رحيلي. أتطلب مني الكذب والتستر على جريمتك؟ أجل. حسنا، لا مانع عندي. اذهبي إلى الجوار، لا تبتعدي. أمرك. يوم جديد. يوم جديد يا سيدتي الجميلة. جميلة؟ أشكرك، كيف حالك اليوم؟ أتحسن، ولكن قدمي ما زالت تؤلمني. لا تقلق، أبو قراطة طبيب بارع، التزم بنصائحي وستكون بخير. أرجو هذا. هل ستغادرون بمجرد أن يتم شفاؤك؟ لست أدري، ربما. أتمنى لو أستطيع الرحيل معك. ها؟ أقصد مثلك، الرحيل مثلك. وما المانع؟ أتسألوني؟ أنا لا أعلم حتى كيف دخلت إلى عالمنا وكيف ستخرج منه. لا يمكننا أن أخبرك. وليس هذا ما أريد معرفته، إنما أتساءل، هل هنالك خارج هذا العالم أصوات غير التي نسمعها؟ وما الذي يجعلك تظنين هذا؟ لست أدري، ربما هو هذا الشعور. شعور؟ أي شعور؟ شعور يراودني طوال الوقت بأن هذا ليس كل شيء، وأننا لا ندرك كل الحقيقة. هل أنت مستعدة لسماع هذه الإجابة؟ أجل. حسناً، إليك الحقيقة، العالم في الخارج لا يختلف عن عالمك في شيء. ماذا؟ هذه هي الحقيقة، كل البشر سواء،
لا يزيد أحدهم عن الآخر بشيء، لا وجود لأصوات لم تسمعيها ولا وجود لروائح لا يعرفها أنفك. العالم هنا هو العالم هناك. ولكن هذا الشعور مجرد شغف، لا يوجد أي صدى لفكرتك تلك على أرض الواقع سواك. سيدتي ماذا هناك؟ القائد ريبال يقترب، لقد شممت رائحته في الجوار. يجدر بي الذهاب، سنكمل حديثنا فيما بعد. لماذا تذهبين؟ هناك من يقترب، لا أريد أن يعلم بوجودي هنا. وكيف سيعلم بوجودك طالما لم يسمع صوتك؟ وكيف لن يعلم؟ إن لم يسمع صوتها فهناك رائحتها، لن يخطئ رائحتها أبدا. وداعا يا سيدتي الجميلة، وداعا. كيف تعرف أنها جميلة وأنت غريب ومحرم عليك لمس وجوه نسائنا؟ تتحدث إلي؟ لا يوجد أحد هنا سواك، أنا طبيب. ابحث عنه بأنفك. من كانت هنا ورحلت؟ الدجاجة تريرين الملعونة. من كانت هنا ورحلت؟ ليس من شأنك. جميع ما في هذا العالم من شأني. لست من هذا العالم. ولكنك سقطت بداخله، وحتى تخرج منه ستخضع لقوانينه. المنقذ لا يخضع. منقذ؟ علمت بهذا، ولكن إلى أن تأتي ببرهانك الأخير ستخضع. وإلا ما أفعل؟ من الأفضل لك لا تتحداني، فأنت لا تعرف من أنا. القائد ريبان، عضو بمجلس كبار السن والمسؤول عن الأمن هنا. كيف علمت بهذا؟ أنت لم تسمع صوتي قبل اليوم. كما أخبرتك من قبل، أنا المنقذ. أريد الدليل الآن. ولم العجلة؟ لم تشفع قدمك؟ بلى. لماذا تماطل إذن؟ حقا، ولماذا أفعل؟ لماذا تتحرك كثيرا؟ أخبرني الطبيب أن المشي مفيد لقدمي. أخبرني أيها الأب، هل صافحتك من قبل؟ لا. كيف علمت إذن أنك تعقد يدك خلف ظهرك الآن؟ أنا لا أعقد يدي خلف ظهري، هل هذه الألاعيب هي كذبك وبراهينك على أنك هو؟ سؤال آخر أيها الأب، كيف لي أن أعلم أنك ترتدي خاتماً في يدك اليمنى؟ هل هذه الألاعيب هي براهينك على أنك المنقذ؟ حسناً، هل يلحق بسؤال أخير؟ ومن يختبر من؟ أعدك أنها النهاية، هل يستطيع الإنسان أن يتواجد في أكثر من موضع في آن واحد؟ بالطبع لا. وماذا إن فعلته؟ لا تستطيع. أنا المنقذ. أنا المنقذ. أين أنت؟ متى انتقلت من هناك إلى هنا؟ أنا لم أنتقل أيها الأب. أين أنت؟ نزلت هنا. هنا أين؟ وهنا. هنا أين؟ أين أنت؟ لن أستقر حتى تؤمن بأنني المنقذ. لا، لست هو. أين أنت؟ الوقت في كل وقت. حاضر. أنا هنا. أين أنت؟ هنا أين؟ وهنا. هنا أين؟ أنا المنقذ. لا، لست هو. لست سوى رجل مبصر. إذن أنت تعرف البصر؟ القليل. كان الأمر لا يزيد عن كونه أسطورة. ماذا ظهرت أنت؟ ما الذي تعرفه بالضبط؟ كتاب الآباء يتحدث عن كل شيء عن البصر. هل تعرف ما هي الألوان؟ مذكورة في كتاب الآباء. الليل والنهار؟ مذكور. الشمس والقمر؟ كل هذا مذكور. ولما كتبت العلم عن العامة؟ وما الفائدة؟ طالما أنهم لن ولن يبصروا، ما الفائدة؟ طالما أنني لا أستطيع مساعدتهم، كيف أكون الأب
وأنا عاجز مثلهم. أنت على حق في كل شيء، في أن الأمر أكبر منك، وفي أنك عاجز، وفي أنني مبصر، لكنك لن تستطيع تغيير واقع أنني أنا المنقذ. حسناً، ربما كنت المنقذ وربما لا، لكن الأمر نسيان. النهاية واحدة. ماذا تقصد؟ أعني أنه لم يولد من يسلبني سلطان العالم. المنقذ يستطيع. والمنقذ سيموت الآن. دعني أقتلك أيها الأحمق. لن أدعك تتمكن مني. من؟ الطبيب. أجل أيها الأب، منذ متى وأنت هنا؟ منذ البداية أخبرني المنقذ أنك ستحاول قتله. وأنت ماذا تفعل؟ تختبئ عني. أمر المنقذ. تخون الأب. المنقذ فوق الأب. اللعن عليك وعلى منقذك. أيها الطبيب، أخبر ريبال ومسؤولة الزراعة أن يحضرا في الحال، وأمر ريبال بحشد الناس عند صخرة الحكمة. يجب علي إلقاء كلمة في بداية العهد الجديد. وحدث كل من تقابله في طريقك عن معجزاتي. دع العالم كله يعلم بأن صاحب الحكمة ينتظر هنا. أيها التائهون في الظلمات، إني قد وليت عليكم لأني خيركم. لا تكبر ولا غرور في هذا، بل هي حقيقة مطلقة. اعلموا بأن عالمكم هذا هو جزء صغير من كل عظيم، وأنني هنا كي أخلصكم من ظلمات الجهل والعمى. أيها التائهون، أنا منقذكم. أيها التائهون، أنا منقذكم. لكم علي حق الخلاص، لكم علي أن أنير عقولكم. أنتم في الظلام وإن كنتم لا تدركون ما أنتم فيه، وأنا في النور وإن كنتم لا تدرك، وإن كانت ألبابكم لا تفهم هذا. فدعوا النور يغمر الظلام، يكن لكم السلام على الأرض، ولي عليكم حق الطاعة. أخيراً أكبر بيوتكم بيت شيبان صار لي، وعليكم أن تنحتوا له في سفح الجبل بيتاً صغيراً يليق بمقامة رجل بلا عمل. أما قيادة الأمن، يكفي هذا، يكفي. هل المنقذ راضي؟ هل المنقذ راضي؟ لا، ولهذا ستترك قيادة الأمن لأحدث أتباعك. ولكنه عملي. لن أرضى قبل أن أحظى بكامل الطاعة وبلا مجادلة. فلكن أخدموا رجال الأمن إذن. الأحدث، أمرت أن يتولى الأمن أصغركم سناً وأقلكم خبرة. هل توافقون على هذا؟ هل توافقون على هذا؟ إنه لا يعرف شيئاً عن القتال. كذلك أنت. ماذا تقولين؟ الحقيقة يا ريبال. أية حقيقة؟ سنوات تثقل السيف وتشد الوتر دون أن تخوض قتالاً واحداً. والصيد؟ شتان ما بين القتال والصيد. وهل يستوي طعن الرجال بذبح النعاج؟ هو لا طعن ولا ذبح، ولكنه المنقذ لا يعجز عنه شيء، ولهذا يملك وحده حق الطاعة الكاملة. أحسنت القول. أيها الطبيب،
هل يوجد هنا من تعلم الطب غيرك؟ تلميذتي ومساعدتي. فلتقترب. من اليوم أنت طبيبة الوادي. وماذا عن معلمي؟ معلمك صار طبيبي الخاص ومستشاري الأمين. يقتصر تعامله مع العامة فيما تعجزين أنت عنه. هذا شرف عظيم. بل هي المصلحة العامة ولا شيء آخر. هل يرغب المنقذ في إقالتي؟ تبقين في منصبك وتمارسين عملك بلا تغيير. والآن فليذهب كل إلى عمله. هل صدقت؟ لا، ولكنك سكت. أنا ما يرفع أعمال الناس ويصيب أمنياتهم. هو يقول أنه المنقذ، والمنقذ لا يعجزه شيء، أليس كذلك؟ بلى. وإن عجزه شيء؟ عادت عجلة الزمن إلى الخلف وأطاحت في طريقها بذلك الذي هبط من السماء. يوم جميل، يوم جميل. أيتها الجميلة، ها أيتها الجميلة، لماذا تتجاهلينني؟ هل أصبحت تكرهينني؟ ألا تعلمين أني صرت أحبك؟ أنا؟ أنت؟ ابنة سيبان؟ الرجل الذي نزعت منه بيته؟ هل هذا سر غضبك؟ عفوك أيها الأب المنقذ، من أنا لأغضب؟ اعلمي إذن أن أباك حي فقط لأجلك. ماذا؟ لقد حاول قتلي بمجرد أن أعلنت أمامه حقيقتي وقدمت له الدليل. أنت كاذب. يمكنك سؤال أبي قراط، فلقد حضر وسمع كل شيء. ولماذا يفعل أبي شيئا كهذا؟ مسألة نفوذ. أبي لا يعبأ بالمناصب. أو ربما كانت قضية مال. لسنا فقراء. لم تكونوا هكذا لأنه كان الأب. حتى وأن صدق عقلي هذا لا يمكن أن أقبل بإهانته. أنا فقط أقر بالحقيقة يا جميلتي. جميلتي؟ أنت أحق نساء الأرض بهذه الكلمة. من المفترض أنك تدرك الأشياء دون أن تلمسها. أنا قبيحة. كل الأمهات جئنا وتلمسنا وجهي وقلنا لأبنائهن أني لا أصلح للزواج. كيف؟ يقولون أن أنفي صغير. هذا صحيح. وأن شفاهي رفيعة. وهي كذلك. وأن بشرتي ناعمة، يصعب معها معرفة متى تنتهي الجبهة ومتى تبدأ الوجنة. لم يكذب. وأن هناك شيء ما يظهر على وجنتي كلما ابتسمت. غمازة، اسمها غمازة، وهي أجمل ما فيك. أنت جميلة ولو قال كل العالم غيري هذا. كيف؟ كيف وكل من تلمس وجهي قال أني قبيحة؟ صدقي قولي. أنت لم تلمس وجهي. ولكني أراه. أنا لا أفهم هذا. ليتني أستطيع أن أعيرك عيني. يوم جديد، هات ما عندك. أشجار الفاكهة هي كل كنزي وكل متاع. متاع طيب، ولكنها لم تعد تضحك. كيف؟ الثمار الغريبة من الأرض
لم تعد تثمر. وما قول مسؤولة الزراعة في هذا الأمر؟ هي مشكلة قديمة، وقد قال الأب السابق أنها نعلة لجشع صاحبها. أي جشع؟ وأنا لم أعد قادراً على إعالة أسرتي. منذ متى تم زراعة هذه الأشجار؟ ورثتها من أبي الذي ورثها عن جده. ومتى شحت ثمارها؟ منذ أن كنت شاباً. كم تملك من هذه الأشجار؟ الكثير. هب نصفها للمنقذ لتزول عنك اللعنة. هذه الأشجار هي كل ما سأتركها لأبنائي. سيأتيك من النصف أكثر مما يأتيك من شجرك كله. ولكن لم أعتاد المجادلة. كما تأمر، كما تأمر. قلم أشجارك. ماذا؟ قلم أشجارك، اقطع الفروع العليا ليصل الماء إلى بقية الأغصان، واحرص على أن تفعل ذلك بداية كل ربيع. أمرك. وهب لنا الربع فقط، الربع يكفي. شكرا، شكرا لك. التالي. كان هذا العجوز هو الأخير أيها الأب. عظيم، هذا هو المطلوب. أنت ترهق نفسك بشدة. تعب المسؤول لا يقارن أبداً بتعب السائل. في الحقيقة لم يسبق لمسؤول أن قابل هذا العدد من السائلين في يوم واحد. كلما سبقوك من الآباء كانوا يفتحون أبوابهم يوماً واحداً في الأسبوع ويردونه قبل نهاية البارد. حدثيني عن الزراعة، ماذا نزرع في هذا العالم؟ نزرع كل شيء. كل شيء؟ ما الذي تزرعونه من الحبوب؟ القمح والشعير والشوفان. وماذا عن الذرة والأرز؟ أيها الأمر نحن لا نفهم. كما توقعت، أنتم لا تزرعون كل شيء، أنتم فقط تزرعون ما تعرفون. دعك من هذا وأخبريني، كيف يتم إدارة المحاصيل؟ حصيلة الزراعة تذهب كاملة لمخازن وبيت الأب بعد تعويض أصحابهم بالمقابل المناسب بالطبع، ثم يتولى الأب توزيعها على العامة دافعي الضرائب. نزعة اشتراكية لا بأس بها، وكيف يتم التوزيع؟ محصول الزراعة يتقسم لحصص متساوية، كل فرد من العامة يأخذ حصة، والكثير للأب. الكثير؟ كم بالضبط؟ الكثير أيها الأب. إن نظام حسابكم قاصر، يسمح للأب بأن يأخذ النصف وربما أكثر. الجريمة ليست فيما يسرق فقط، بل في العمل على تعجيزكم عن إدراك هذا. أيها الأب المنقذ، إننا نشعر بهول ما تقول، ولكننا صدقاً لا نفهم. أنت تشخص مرضاً ربما كان لدينا ولكننا لا نشعر ألمه. والعلاج؟ لدي، علاجكم لدي. اتركوني الآن لأتدبر أمري. يبدو أن لدي في نفسي أكثر مما ظننت لأعطيكم إياه. يبدو أن منقذهم بالفعل. يقضي أغلب أوقاته مع أثيل التي أثرت قلبه واعتقد أنه يستطيع الفوز بها. مرت الأيام والعميان ينتظرون حدوث المعجزات. مياه النبع قلدت أفقها وسنابل القبح نبتت خاوية، ما فائدته طالما لم يجلب معه الخير؟ لم أسمع منه ما يقطع شكي ويثلج صدري. إن كان المنقذ حقا فعليه أن يثبت نفسه أمام الجميع وبالأدلة القاطعة. وماذا تريدون أكثر مما قدم؟ رفع اللعنة عني وعن أشجاري واشعل النار بلا سخر ووهب العاقر ولداً، ألا يكفيكم كل هذا؟ لا، لا يكفينا. دع، أما أنت إلا حاقداً إذن. كيف بمن يفترض به أن يبرئ الناس أن يحتاج لمن يعالج قدمه؟ وما حاجته اليوم إلى طبيب خاص؟ أبو غراطة مستشار. الطبيب الخاص، هكذا قال الغريب بنفسه. هذه ليست طريقة ملائمة للمناقشة، وليس هذا هو الخلاص المأمول من المنقذ.
ينقذ. الحب أفقده عقله فلم يلتفت إلى الهمسات والأقاويل. ماذا تقصدين؟ مياه النبع الذي قل تدفقها وسنابل القمح الذي نبتت خاوية. النهر يفيض وينقص طوال الوقت والقمح أصابته الآفة. هذا كل ما في الأمر. لا حيلة للخير مع النفوس الجاحدة. أشجار الفاكهة تلك التي أثمرت بعد جدب ألا تعد دليلا دامغا؟ علاج الأشجار بالأقلمة ليست بمعجزة ربانية أو بأمر خارق للعادة، هي طريقة قديمة أهملها الآباء فأهملها ونسيها بدوره. وهكذا تتحول كل معجزات المنقذ لمجرد مصادفات أو دلائل عقلية وعلمية، أليس كذلك؟ لا، لا أقول هذا. كل ما أقوله أن تلك المقدرة التي يتمتع بها ضئيلة لا تليق بمكانة المنقذ. المنقذ لا يحتاج أوقاتا طويلة ليفكر ويتدبر، لا يحتاج أن يحقق ويستطلع الأمر. المنقذ قادر على كل شيء وعالم بكل شيء، لا يحتاج أن يصف الدواء، يكفي أن يرغب في شفائك لتشفى، يكفي أن يرغب في أن يفيض الماء ويغرب العالم. لو كان هو المخلص حقا لفاض الماء دون أن يغرق العالم. دعني أقولها لك صريحة، أنت تغار. تبل لك. ها نحن ذا على مسمع من العالم كلها أيها الأب السابق، فهل تعطيني ردك؟ بالطبع. ماذا تريد أيها الأب المنقذ؟ أثير، أريدها زوجة. هذه الأولى زوجة. أعلم جيدا ما ورد في كتاب الآباء، أعلم أنني مختلف وقانونكم يمنع ذلك، لكننا الآن أمام معجزة حقيقية، معجزة أكبر من وضع الحائط الأكبر وأعظم من وضع السد الأعظم. معجزة الحب. يشرفني ذلك أيها الأب المنقذ، ولكن... ولكن ماذا يا شيبان؟ أنا أعطيك فتاتي، آخر متاعي على الأرض، يجب أن تعطيني ما يكافئها قيمة. لا يوجد ما يكافئها قيمة وجمالا. ألست المنقذ القادر؟ بلى، أنا المنقذ القادر. ماذا تريد؟ ما يجعلك على صورتنا أيها المنقذ؟ ماذا تعني؟ أنت تملك عيني. هي هبة الرب لي. أسألك أن تعطيني عيني. هذا الحق. هذا غير ممكن. عيني أصل ما أملك. لا يمكنكم أخذ عيني، لا يمكنكم نزعها مني. لا لا، لا نريد أن ننزعها، بل أن تمنعها طوايا. هذا صعب، صعب جدا. ألست المنقذ؟ ألست صاحب المعجزات؟ ألست قادرا على فعل كل شيء؟ لا يمكنني فعل هذا، لا يمكنني. ما الذي حدث لكم؟ ألست منقذكم؟ ألم ألبي كل طلباتكم؟ لما انقلبتم علي هكذا؟ لكي تصير واحدا منا يجب أن تقلع عينيك، لكي تصير زعيما علينا وتتزوج ابنتي يجب أن تصير مثلنا، وإلا شارف الشك أن يصبح يقينا. ماذا تعني؟ أعني أنك لست هو، لست المنقذ. انتظر، انتظر، سأجيب مطلبك أيها الأب. انتظر، سأجيب مطلبك، ولكن قبل كل شيء أريد أن أسأل محبوبتي سؤالا. أنا هنا. أسألك الصدق، هل تؤمنين بي؟ أؤمن بطيبتك، لا يهمني في الحقيقة من أنت. وهذا يكفيني أيها الأب. أنا الآن مستعد أن ألبي كل طلباتك وأعطيك كل ما يرضيك مقابل محبوبتي. ماذا؟ كما سمعت، أنا أستغني عن كل متاع العالم إلا اثنين، عيني وإيمان محبوبتي بي. ولكن أنا لا أفهم. سأترك لك كل شيء وسأقبل أن تنكر حقيقتي أمام العالم كله. تعود لتكون الأب ويعود لك بيته، وتتركنا نرحل أنا وأثير. ترحل؟ ترحل كيف؟
سأعبر إلى ما بعد نهاية العالم. هذا مستحيل. لا لا، هو صح ولكننا سنفعله. أنت واهم، لن تذهب إلى أي مكان، لن تأخذ ابنتي قبل أن تسير واحدا منا، لن تتزوج ابنتي قبل أن أحصل على مأربي. هاتان العينان لي. لا لا لا. هكذا تكون النهاية. ابقى جواري.